معيش الا 100 والله في جيبي. صلى على حبك النبي محمد. واحد اول ما شاف الدجاج بيقول لي بقى احب ولائم الامراء يا با، احب ولائم الامراء يا با، وابدا بالهجوم بلا حساب، احب اللحم مقليا بسمن، احب الارز مليانا كبابا، وطشطشه الديوك لها رنين تفوك الكمنجه والرباب، ولو نبشت يدي في صدر ديك فلن اتركه ولو اتت النيابة. ده لو جابوا لي الامن الوطني ما انا سايبه. ده ديك يا عم. صلى على حبك النبي. ها، فالشاهد ايها الاحبه الكرام ان العرس فيه فرحه طالما لا مخالفه ولا ضرر ولا ضرار. نتكلم في العرس وفي الفرح وفي الجمال، هذا ما نريده. فاسمع ايها الاخ الحبيب، اول سبب من اسباب السعاده استحضار النيه، وده من اعظم الاسباب. تاني سبب انك تعرف ان زواجك ده سكن الكل يتمناه. ما اروع السكن، والسكن فيه سكينه، فيه امن، فيه امان. عشان كده الامن والامان يعتبر هم افضل النعم اللي ربنا ينعم علينا بيها لإيلاف قريش، ها، إلى رحلة الشتاء. فليعبدوا رب هذا الذي أطعمهم من جوع. و شوف النعمتين اللي ربنا ذكرهم، إنك تلاقي تاكل وتبقى في أمان. نعمتين. السكن بيحقق المسألة دي. لما جه واحد من الصحابة، واحد بيشتكي له وبيقول له إحنا مش عارف والله، سمعنا أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. سمعنا أن الفقير يخش الجنة قبل الغني بخمسمائة عام. فواحد بيقول الحمد لله أنا فقير. قال له أنت فقير؟ قال له فقير. قال له عندك سكن تسكن فيه؟ عندك بيت بتسكن فيه؟ قال له بيت عندي عادي بالطين معمول. وعندك خادم يخدمك؟ كان زمان الخدم كتير بايام الصحابه، يعني واحد عبد واحد مش عارف ايه. قال له عادي زي اي حد بيرعى الغنم، اجير عندي. قال له عندك خادم وعندك سكن ولك زوجه تسكن اليها؟ قال نعم. قال انت ملك من ملوك بني اسرائيل. يعني هتدخل بعدها بخمسمائة، امال احنا نعمل ايه؟ عندنا السكن وعندنا ناس كتير بتخدم، أو ممكن الواحد يخدمك، مش ما بتجيبش حد مثلا يشتغل لك مرة معاك في البحر، أو يشتغل معاك مرة في الغيط، أو يجي مدرس مثلا يدرس لابنك، وكل ده من أسلوب الخدمة. يبقى إحنا عندنا وعندنا قوت اليوم والليلة، فمعنى السكن عظيم. لتسكنوا إليها. عندك زوجة بتسكن إليها؟ عندك سكن بتسكن فيه، أنت من الأغنياء. لو عندك واحد بيخدمك أنت من الملوك. طيب يا غالي اسمع بقى، من ضمن السعادة إن أنت تستحضر الفهم في مسألة السكن، إن أنت في نعمة عظيمة بالزواج. الأمر الذي يلي من اللي يصيب الإنسان بسعادة ويملأ البيت بالسعادة، إن أنت أيها الحبيب المحب ما تبعدش عن طاعة الله بعد زواجك أنت وزوجتك. الاول الواحد يخش على الزوجه بقى ايه، عامل نفسه العلامه ابن تيميه، وتبص تلاقيه بقى ايه ساعه الاذان على طول، استاذنك حتى اصلي النهارده. ده معلش اصل في مباراه النهارده، اصل مع طب انا العشاء ممدوده، ياك تتمد على رجلك يا بعيد. ما ممدوده ماشي، بس انت تصلي يا جماعه، الا اذا كان هناك عذر، انما العذر مش مباراه. ما تعملش زي واحد زميلنا كان ساعه الصلاه يقول يلا يا رجاله نصلي، عشان كان لسه خاطب. بعد ما اتزوج اروح عنده اقول له يا عبد الله وقت العصر جه، يقول لي ما احنا عندنا عذر. اقول له ايه العذر؟ المباراه بتاعت الاهلي؟ يقول لي لا، ما احنا النبي قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزل المسجد. قلت له بس احنا ما كناش.
قال له روح دشش البصل وهك. ها بقى هو ده اللي احنا كنا بنقول عليه يوم الخطوبه. فاذا لابد ان تسير على طاعه الله بعد الزواج لتصل الى السعاده. الامر الذي يليه الهدايا بين الزوجين، حتى لو كانت حاجه قليله يا راجل. واحنا معانا نشتري حاجه يا عم؟ ما معناش حاجه نشتريها، اي حاجه يا عم. ورده قليله تمنع مصايب كثيره في البيت ومشاكل كتير. ورده قص دره وانت معدي على الطريق، اي حاجه يا عم. والله العظيم الزوجه لو دخلت عليها باي هديه تسعد بيها، تسعد بيها. احيانا كثيره بتظن ان الهديه ديت مش كويسه ولا مش غاليه. انا احيانا في يعني انا مره اعطيت زوجه مثلا هديه، مره انت ما تجيب لهمش هدايا خالص يعني، مرات يعني بعطي الهدايا وانا ناسيها، وهديه لا قيمه لها اصلا. لكن افاجئ بعد سنتين ثلاثه اربعه خمسه اقول لها ايه ده؟ تقول لي هديتك ما فرطش فيها خالص. الله، وكل ما تحزن مني وتزعل، ما هو اكيد انا بزعل برضه. تبص على الهديه كده الام يرق قلبها. تهادوا تحابوا، تهادوا. والزوجه برضه نفس الكلام، تحاول ان تهدي الزوج ولو شيء بسيط. يعني اذا كانت عامله مثلا حمامتين تسيب له الحمامتين على ما يجي. اظن ده في صالحكم دي، يعني انت تروح تجيب لها كوز ذره وتاخد حمامتين. الله يا اخي الرجاله دي برضه مفيش فايده. الشاهد ان من ضمن السعاده الزوجيه الاهداءات، انك تهدي الزوجه شيء وهي تهديك شيء. الامر الذي يليه ان تثني على الزوجه كثيرا بالشيء الايجابي الذي تراه فيها. لا تنظر الى السلبيات وتعظمها، بل دائما تقلل من السلبيات وتصغرها. لما تشوف حاجة فيها سلبية تقول والله العظيم أنت يا زوجة بصراحة كل البيت جميل ما شاء الله، ده جميل وده جميل، وتفخم في الشيء الحسن وإن كان صغيرا. وبعدين تيجي على السلبية وتقول إيه بس كان نفسي الحاجة دي تعمل، مش مشكلة مش مشكلة بعملها في أي وقت، وأنت مهم عندك جدا. لكن المرأة تحب الثناء عليها دائما، ولا تحب أن يعيبها الرجل أو ينتقدها. فإن فعل ذلك فليقلها على سبيل الحب والإشارة، زي ما احنا قلنا دايما لما تيجي أمها ولا أبوها، الله أكبر الله أكبر أنا فرحان منكم خالص، أنتوا أعطتوني هدية. وانت هي مطلعة عينك بس بتقول الكلام ده على سبيل أنك بتسمعها تقوم هي تستحي. الله أكبر، هديتكم لن أنساها أبدا، روح أنتوا أبوها ربنا ياخدكم للجنة والسعادة والفرحة. وكل واحد بنيته بقى يا غالي. كذلك المرأة تثني على زوجها دائما خاصة مع أهله وأهلها، وتخفي كل أسرار العيوب التي قد تبدو بعد زواجها. ما أصل احنا بنخبي عن بعض أيام الخطوبة، الله الشيخ رايح الشيخ جاي ما شاء الله، ده احنا الحمد لله هننسب الشيخ. شيخ يا سلام، ده الشيخ ده زي الصحابة في البيت. تيجي الزوجة تدخل البيت تلاقي جوه ايه ده؟ أنا مين اللي جوه ده؟ مش هو الشيخ اللي بيطلع في التلفزيون؟ مش هو ده الشيخ اللي بيكلمنا قال الله قال الرسول؟ يا زوجة اعلمي أن البشر بشر يخطئون. فلا بد أن تثني الزوجة على زوجها ولا تظهر ما كان منه من نقص قد خفي عن الناس. يفضل الراجل أهلها يحترموه يشيلها على راسه دايما. في زوجات كده فعلا والله العظيم أهلها ما يدروا عنها شيء، تفضل عايشة سنين 10 سنين 20 سنة والزوجة لا تخرج شيئا من الأسرار أبدا. الواحد يروح عند الزوجة كأنه لسه خاطب، هما بيحترموني قوي كده، هما ما يعرفوش أنا عامل إيه في بنتهم، ده مثلا ده مضروبة امبارح ولا مش عارف إيه. الزوجة الذكية لا تفعل هذا أبدا. فالسعادة تستمر في البيوت. وكذلك الزوج يرفق، ده سيدنا النبي محمد صلى على النبي محمد كان بيقول إيه؟ رفقا بالقوارير. المرأة دي قارورة، زجاجة رقيقة، لو اتكسرت تبقى مشكلة كبيرة. ده سيدك النبي اللي وصاك وهو بيموت قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ومين الملك اليمين دي؟ زوجة. زوجتك دي حبيبتك، هي في بيتك إن أكرمتها فأنت كريم، وإن أهنتها فأنت لئيم. يا مولانا ده الساهل الضرب بالقندرة كل يوم، والقندرة في اللغة العراقية معناها شايفه صح كده؟ القندرة في اللغة يعني واحد جاي يقول لي ده مراتي تستاهل ضرب
طبعا باللغه العربيه اهون علينا، كل ما تكونش عارف اللغه بتبقى سهل عليك شويه، لكن لو قلتها باللغه الثانيه ممكن واحده تقول لي ايه ده، ايه اللفظ ده. لكن فعلا في نساء تستاهل ضرب الكندر. وعشان ندلعها شويه، الشوز. لكن هل يجوز لك ان تفعل هذا، ان تضربها بالشوز؟ لا يجوز. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك. كان النبي بسواك او يوكز هكذا. ممكن يحصل الم. انا مره بقى عاوز اقلد النبي صلى الله عليه وسلم، فالزوجه بتعمل مش عارف معايا ايه، بتهرج كده بتقول لي الرسول كان لا يضرب. انا بقول ها هضرب. قالت لي الرسول كان لا يضرب. قلت لها ازاي ده النبي محمد وكز عائشه فالمها، ورحت جاي واكز الزوجه. قالت لي المراه تتالم من وكزه بسيطه، فالرسول اكيد عارف مقدار الوكزه دي، انما وكزتك دي وكزه بيضه يعني، صلى على النبي محمد. فقلت لها والله تصوري، المفروض الواحد يعمل حساب ان الزوجه بوكزه بسيطه تتالم. فكلمة عائشة فآلمني مش معنى كده ان الرسول راح ضربها ضربة جامدة. فوكزه موسى فايه؟ فقضى علي. اذا الوكزة ممكن تموت، يبقى وكزة عن وكزة تفرق. وبعدين ايدك زي ايد النبي، يا اخي صلى على النبي. سيدنا النبي بالمؤمنين ايه؟ رؤوف رحيم، لكن على غيرهم اشداء، على الكفار رحماء بينهم. وأشداء على الكفار في مسائل إيه؟ طول ما هماش النبي يضرب في الكفار؟ لا، أشداء في مسألة الحرب بس، لكن في المسائل الأخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما تصلي على حبيبك النبي مع الرسول، تسعد في بيتك. هناك أسباب كثيرة للسعادة في قلب البيوت أيها الأحبة، من ضمنها ذكر الله الدائم، ومحاولة مغفرة الذنب للزوجة في الأخطاء التي تحدث في البيت. يعني رحت مرة لقيت الرز شط، انت دخلت مرة ما جبتش أكل ولا جبتش حاجة من الحاجات اللي هي كانت طلبها، هي تغفر لك المسألة دي. نستر على بعض، تدوم العشرة وتظل السعادة. الأمر الذي يليه الأمانة في البيت، الزوجة تكون أمينة على العرض وعلى المال وعلى الولد. كذلك الرجل أخذ أمانة يصونها. هناك أسباب كثيرة لمسألة السعادة، ولكن الوقت يطول في شرحها. نيجي ننصح العريس النصيحة المعتادة اللي احنا دايما ننصحها له في ليلة الفرح، أو بنذكره بيها إن كان عارفها. الزوج اليوم قد أعد مكانا طيبا جزاه الله خيرا، كلوا أمين. وجاء بنا هنا من غير اختلاط، وهذا ما كان يجب أن ينصح به ففعله قبل النصيحة. أتى بزوجتي فأدخلها وسط الأخوات ووسط الناس هناك، وأخرجها وأجلسها في مكانها تستمع إلى المحاضرة، لا شفناها ولا شفتنا. طيب، هذا الأمر محمود له، محمود له، أسأل الله جل وعلا أن يبارك له في زوجه، كلوا أمين. جاء لنا بمشايخنا الكبار، منهم من يتلو القرآن، ومنهم من يقول قال الله قال الرسول، وقد حضر معنا الآباء والأجداد والإخوة والأخوات بعيدة عن الاختلاط، جزاهم الله خيرا وجزاهن خيرا. نيجي يا حبيب قلبي في المسألة الأخرى، الزوج في هذه الليلة سيقوم بالبناء بزوجته، فإذا ذهب إلى الزوجة عليه أن يتذكر سنن الحبيب محمد. هو طلع السلم هيكبر طبعا، الله أكبر الله أكبر، ولكن ليس بلغة القنغوفو. ها؟ يعني بيكبر مش عشان راح يحارب، إنما هو بيكبر عشان دي سنة الحبيب النبي. طبعا هو طالع في شيطان طالع له وعمال يقول له كذا وكذا وكذا، وعيون أصابته وحسد ممكن يجيله، الشيطان عمال يلبس عليه ويشرد في عقله، وهو طالع الله أكبر، الشيطان روح واقع. عمل زي الولد الصغير اللي كان بيضرب اللي حواليه، الله اكبر، يروح موقع ده، الله اكبر موقع ده، هو طالع بيكبر. اول ما يوصل عند الباب طبعا طلع السلالم، خلاص بقى في الحاله دي نقدر نقول له ما شاء الله عليه، انما طلع السلالم يا ما شاء الله عليها بالاسلوب اللي احنا بنشوفه الثاني لا، دخل عند الباب بيبدا يسمي الله بعد ما يطرق ثلاث طرقات اذا ما كانش معاه المفتاح. سلمت المفتاح من اولها؟ الباب مفتوح. طيب، هيروح هناك برضه يستأذن ويقول السلام عليكم قبل ما يدخل، حتى لو هي ما سمعتش، يقول السلام عليكم ويدخل برجله اليمين. يا مولانا البروتوكولات العجيبة، وانا فاكر حاجة، ده انا رايح لعروستي يا جدع. ايوه يا سيدي، بس سيدك النبي محمد.
تدخل بقدمك اليمنى وتقول بسم الله خرجنا وبسم الله ولجنا وعلى ربنا توكلنا. ايه الجمال ده؟ الشيطان اللي كان هيبات معاك جوه مش هتلاقي بقى انسانه طيبه مقابلاك، تبدا انت وهي تسجدوا سجده الشكر لله على نعمه الزواج، سجده شكر ما بيشترطش فيها الوضوء يا حبايبي، فبتسجد انت وزوجتك سجده الشكر هذا، وبعد ما تخلص سجده الشكر بتبدا انت بقى تقدم لمساله الايه الاقتراب من الزوجه بالطعام، وان الزوجه طبعا لسه جايه المكان ده وكر جديد وعش جديد، ربنا يالف بين قلوبكم، وتبدا هي تحب المكان بس يعني مقدمات، تعال نشوف المكان ده، طب المطبخ ما شاء الله، ده اللي مش عارف ايه، مقدمات كده وشويه كلام طيب جميل. فاكره ايام الخطوبه كنا نتمنى ان نكون معا، شويه حاجات مقدمات كده، قدم لنفسك خيرا، وبعد ذلك بعد ما تاكل حلة الاتفاق اللي هي الحمام والحاجات دي، عندكم حمام؟ مكرونة يا حاج. هو سجدة الشكر الراجل لما كان سجد، ما الشيخ بيذكرني بسجدة الشكر بقى، في مرة واحد بقول له يا مولانا انت عليك سجدة شكر كده ان شاء الله اول ما تخش انت وزوجتك، قال لي مش بيقولوا صلاة ركعتين؟ قلت له والله الشيخ الألباني ضعف، الشيخ العدوي عليه ربنا يحفظه ضعف الركعتين، انما سجدة الشكر يعني عند كل نعمة ربنا يعطيها لك. فواحد بيقول له اسجد سجدة شكر، فأول ما دخل على زوجته فقال لها يلا نسجد سجدة شكر، قالت له بس أنا مش متوضية، فعمل اللي أنا قلته بالظبط، فقال لها إيه، هو بيقول لي بقى اتصل عليا بيقول لي يا شيخ أيمن بالله عليك تحطني في هذا الموقف، قلت له إيه؟ قال لي في سجدة الشكر بتاعتك دي، قلت له عملت إيه يعني؟ قال لي أنا أول ما دخلت على زوجتي أنت عارف أيام الخطوبة ببين لها إن أنا بقى مين؟ ابن عثيمين وابن تيمية، فأول ما دخلنا بقول لها بسم الله وحاطط إيده على دماغها بقى اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وعوز عمل اللي إحنا قلناه له كله، وأسألك من خيرها وخير ما جبلتها، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليك. وبعدين قال لها يلا نسجد سجدة شكر، قالت له مش متوضي، فبيقول رحت متنطع، قلت لها لا يشترط الوضوء ولا حتى الطهارة في سجدة الشكر. بصت بقى بإيه؟ بعيون فيها إعجاب، وحطت زوجها في مكانة عالية بقى ابن القيم أمامه، ابن القيم الشيخ شعراوي، قالت يا سلام يلا نسجد، فسجد، راحت ساجدة، فضل ساجد تحت لأن البيل محترم مش عارف يعمل إيه بعد ما نسجد. بقول له يا شيخ قعدت يجي خمس دقايق تحت، لا أنا عارف أقوم، طب أقوم أعمل إيه؟ هل هقرأ التشهد؟ ما أنا ما أنت ما قلتليش كده، طب أقرأ الفاتحة فوق ولا أعمل إيه؟ فبيقول وأنا ساجد عمال أفكر، طولت السجدة، هي آخر ما زهقت قالت له يا حبيبي إحنا هنقيم الليل كده ولا إيه؟ قال لها والله انا محرج منك، قالت له محرج ليه؟ بقول كل ده واحنا ساجدين. بقول لها الشيخ ايمن قال لي اسجد بس ما قاليش اخلص من السجده دي ازاي اصلا؟ قالت له قوم يا حبيبي بساله بكره. ما عندها حق. لو اراد الناس ان يستفتون في شيء ولم يجدوا الامام مالك لو وجدوا زوجة هذا الرجل، صحيح قوم واسالني بكره. فقلت له يا عم قوم يا عم ده سجده شكر، تسجد لله تشكره على النعمه ثم انصرف. ده راجل ده كابتن ابو تريكه كان بيعملها لما يجيب جو يسجد ويقوم يجري يروح يسنتره بقى سبحان الله. اذا الزواج ايها الاحبه يعلم الناس الالفه والموده والرحمه، واول ما تقترب من الزوجه لا تنسى عند لقائك بالزوجه في كل وقت انك تدعو بدعاء الرسول محمد، ولعل الليله اذهب الى احد الناس يضيفني اسمه محمد الطيفي وهو من رجال الموبيليا، ولعلي قلت هذا الكلام هنا، كنا في مسجد ومحمد ماشي معانا بقاله خمس سنين ست سنين يحضر في الجمع والمحاضرات والدروس العلم اللي بنشرح فيها كتب، يعني راجل بقى حفظ. فانا بقى عشان ما احرجش الناس فبقول له يوم الزواج الواحد بيقول ايه عند الجماع يا شيخ محمد؟ قال لي بيقول سبحان الذي سخر لنا هذا. يا نهار ابيض أصله قوي، أقول له بيقول إيه يا محمد؟ بيقول لي سبحان الذي سخر لنا هذا. قلت له يا محمد أنت متجوز توك توك؟ فواحد من الناس الكبار في السن أنا عايز أعدي عليه الليلة بقى، ما هو الناس عارفة إن هو بيمشي ورايا على طول، هو ده العلم اللي أنا علمته له؟ فقلت له بس يا محمد الله يكرمك، أبو الحاج ينفع كلام الشيخ محمد ده؟ قال لي يا عم ده بتاع موبيليا ما فهمش حاجة. فبص له التاني قال لي يا عم حاج ما تفضحنيه، قال له يا عم ده بيبقى ماشي معاك وخلاص كده خلاص، قلت له أمال الواحد يقول إيه عند الجماعة يا حاج؟
قال لي يقول اللهم ادمها نعمة احفظها من الزوال. قلت له صح يا حاج، اصل احنا بناكل مانجا. ها يا اخوانا الكلام ده حلو، اللهم ادمها نعمة احفظها من الزوال ده حلو، بس مش في الوقت ده، مش هو ده اللي قال عليه النبي، ولا قال النبي محمد عند مثل هذه المسألة نقول سبحان الذي سخرنا هذا، ده عند ركوب الدابة. لا نقول سبحان الذي سخرنا هذا، ولا نقول اللهم ادمها نعمة احفظها من الزوال، انما نقول عند الجماع انا لله وانا ايه وانا اليه راجعون. اهو قال لك اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وجنب الشيطان ما رزقتنا. وان من افضل ما يديم السعاده في البيوت دوام الصلاه على النبي، وده اللي هنختم به الليله دي، ان احنا نصلي على النبي محمد. بس عايزك لما تصلي على النبي محمد صلى على النبي في الاخر صلى الله عليه وسلم. ايوه ما لسه الراجل اللي ماشي في اخر الجنازه فاكره اللي هو ايه؟ الشيخ احمد، الشيخ احمد يعني مش عايز يفوت حاجه خالص. وبعدين الناس هنا حضرت ليه الاعراس كتير. طب صلى على حبيبك النبي محمد. الشيخ احمد بيقول لي اليس هناك من الطرائف التي تخص العرائس في قلب البيوت؟ يعني حاجات بتحصل من الطرائف كده، يعني مثلا الانسان فينا لما بيتزوج بيبقى فرحان اهو، الليله حلوه وجميل، السعاده دي بتستمر في بعد الزواج الحمد لله. يعني في ناس السعاده بتستمر معاها لحد تاني يوم الصبح. وفي ناس بفضل الله تبارك وتعالى ما بيقعدوش في البيوت من كتر السعاده اللي جوه. كان هناك رجل مما اخبر عنه الشيخ ابو اسحاق الله يشفيه رب العالمين، يقول لك كان فيه راجل من الناس من كتر التعاسه اللي شايفها في البيت نفسه يخرج من البيت ويرجع يلاقي البيت اللي هو بناه في سنينه دي كلها يكون وقع على دماغ زوجته وارتاح منهم هما الاثنين. فنزل الزوج يبحث عما ينسيه مصيبة البيت فوجد جنازة فقال الحمد لله مصيبة الموت ستنسيني مصيبة البيت. فسار في الجنازة ونظر في الأمام فوجد نعشا، ربنا يعافينا وإياكم، والنعش ماشي وراه واحد وساحب كلب في سلسلة، وخلف الجنازة أعداد كبير. فهي الجنازة العجيبة دي، راجل ماشي وساحب كلب والنعش قدامه والناس دي كلها وراهم. فراح عند الراجل ده بيقول له يا حاج في ايه الكلب اللي انت ساحبه ده وايه الجنازه دي؟ قال دي جنازه مراتي. هو فرحان على فكره، ما في ناس بتبقى فرحانه زي الراجل اللي مراته ماتت فراحت راح يساله قال انت بتضحك ليه والناس كلها عماله تعيط، انت بتضحك ليه؟ المفروض تعيط النهارده. قال له هعيط ليه؟ ده انا اول يوم اعرف هي رايحه فين بنت الله. فبيضحك فرحان يعني. فالراجل بيقول له اصل اقول لك على القصه، قال له احكي لي. قال له زوجتي دي كانت سليطه اللسان ولطالما قذفتني بما في يديه، فانا جبت كلب ربيه قلت اتسلى معاه فبدات اكله وشربه طلع اصيل عنها. ايه اللي حصل؟ قال له في النهارده الصبح دخلت عليها بتقول لي جبت كذا، قلت لها والله يا زوجتي انا ما رزقتش الا فجبت حاجه بسيطه. قالت له جاتك كذا وجاتك كذا عليك وعلى اهلك، فبيقول فمسكت حاجه في ايدي قلت لها خدي بقى، فراحت ماسكه الحاجه اللي انا جايبها وراحت قذفاني بيها في وشي. فالكلب عشان مربيها الغالي راح ماشي على الزوجه ماسك رقبتها راح ناتش الرقبه من انزالها ميته. قال له انت ابن حلال مصف. قال له ايه؟ قال له اديني الكلب بتاعك ده يوم واحد. قال له انت اللي ابن حلال. قال له ليه؟ قال له اقف في الطابور لان دول مش بيشيعوا، ده جايين حاجزين الكلب كلهم، روح يا اقف في اخر الطابور، ده مش مشيعين ده حاجزين للكلب اصلا. فالشاهد ان مش هتلاقي كل البيوت زي كثير من الاسئله تجي لنا تقول لي اصل الزوج مقصر. مفيش زوج هيبقى كامل. نعم قد كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربعه. فما تجيش الواحده تقول اصل زوجي هيكون غيره احسن منه، لا انت حاول تعدلي لان اكيد الشيطان اللي بيعمل كده. نفس الكلام بالنسبه للراجل، يظن يقول لك يا سلام لو كانت زوجه فلان دي زوج. يا عم الحاج انت لم تبحث عن جمال في عالم المراه في بيتك وتبحث عنه خارجها. فالمساله تحتاج منا الى ان احنا نبحث عن السعاده بهذه الطريقه. ومن المواقف العجيبه ايضا في البيوت ان قد يحدث هذه المشاكل في قلب الاعراس، وقصة الأهل والزمالك مشهورة.
الولد اللي كان في بورسعيد وكان في عرس وفيه مشايخ كبيره جدا حضره. فراح واحد من المشايخ يقول للشيخ محمد حسن بيقول له: عم الشيخ والله الفرح بتاعك وده جميل، ان شاء الله شوف العدد الكبير ده، والناس جايبه حاجات جميله بتقولها، والاولاد بيقولوا قصائد حلوه، انما انا اتجوزت كانت ليله كوبيا، حماتي اصرت على ان انا اجيب دي جي واجيب واد يغني للحمار، واقسم بالله لا اتجوز تاني واجيبكم في الفرح بتاعي. قال له: يا عم الشيخ اهدى شويه، ان شاء الله ربنا يصلح لك زوجتك. قال له: لا ده انا اصلا يا مولانا يومي كان يوم، هحكي لك على القصه. قال له: احكي. قال له: انت عارف يا مولانا ان انا اهلاوي وصميم، واللي بيخاف من العفريت بيطلع له. زوجته طلعت ايه؟ طلعت ايه؟ صندق ايه؟ زملكاويه. صلى على حبك النبي. وانا منزل بوست لان الاولاد منزلين لي اصلا، ربنا يهديهم، لان اصحابي في الاهلي واصحابي في الزمالك، يعني الاثنين اصحابي، وفي الاسماعيلي معظمهم اصحابنا يعني. فما عدتش بوجه لا اهلي ولا زمالك، يعني الحاجات القديمه دي خلاص. انما كانوا منزلين بوست كده وحاطين صورتي مش عارف في الماتش الاخير ده، وجايبين صورتي كده في لقطه، وبعدين بقول فيها واحد بيسال كده، انا مش انا اللي بقول اصلا: متى يلعب الظهر؟ فجايبيني انا برضو بقول ايه: ليس الان. الله، ما انا يا عم وين الماتش؟ فنزلت البوست ده عندي في الايه، اقول لهم يعني بلاش التعصب ده. المهم صلى على حبيبك النبي. فالشيخ محمد بيقول له: ايه اللي حصل لك؟ قال له: يا مولانا هي زملكاويه وما كنتش عارف، لكن تاكدت من كده بعد الخطوبه، فقلت لازم اذبح لها القطه في ليله الفرح. دخلت البيت بعد ما جبنا الشياطين على المسرح، اول ما دخلنا الصاله قلت: يا واد اخلع البدله واظهر بفلنه الاهلي. قال: انا بعمل كده، لقيتها الهانم مجهزه نفسها بفلنه الزمالك. اقول لها: اخلع الفانيله دي. قالت لي: والله ما انا خلعها لما تخلع فانيله الاهلي، انت عارف ان انا زملكاوي متعصبه ولو هيحصل طلاق. قال لها: لا الراجل. قالت له: لا راجل ولا ست، تخلع فانيله الاهلي اخلع فانيله الزمالك. انا اقول اهلي وهي تقول زمالك. قال له: بعدين يا ابني اللي حصل؟ قال له: اقسمت بالله عليها اما خلعت فانيله الزمالك لم بيت في الصاله. قال له: عملت ايه؟ قال له: بيت في الصاله يا عم الشيخ. قال له: بعدين؟ قال له: تاني يوم اهلي زمالك، اهلي زمالك، اقسمت بالله ما بيت جوه لو خلعتش فانيله الزمالك. قال له: بعدين؟ قال له: نفس الكلام في الصاله يا مولانا. قال له: المهم وصلت لايه؟ قال له: على قعدت على كده اسبوع، فرحت داخل في يوم قلت لها: الاهلي. قالت لي: الزمالك. قال له: عملت ايه؟ قال له: بقيت زملكاوي وريحت دماغي. يعني هفضل ابيض في الصلاه ولا ايه؟ انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا ولا الحمد لله ضمننا المبيت، لا اهلاوي ولا زملكاوي. صلى على حبيبك النبي محمد. الشاهد ايها الاحبه الكرام ان الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام فيها الخير الكثير، فتعالوا بنا نعلنها صلاه على الرسول. والاحبه طلبوا قصيده عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام: قمر سيدنا النبي. صلى على النبي، بس عايزك تصلي على النبي بجد. قمر 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 سيدنا النبي، قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. قمر 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 سيدنا النبي، قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مس الأياد الله الله. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مس الأياد الله الله. وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد. رسول الله يا خير البرايا، قمر
قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وريك المصطفى يشفي العليلة الله الله وعينك تادات خذها دليلا الله الله وريق المصطفى يشفي العليلا الله الله وعينك تادات خذها دليلا الله الله تفلفل البئر أضحت سلسبيلا تفلفل البئر أضحت سلسبيلا تفلفل البئر أضحت سلسبيلا تفلفل البئر أضحت سلسبيلا وكان لصحبه شهدا يداما قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل.